tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With the first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made a living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love. بعد إذنكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ألف ألف مبروك يا جنب السفيرة. سفيرة كده مرة واحدة؟ إحنا لسه على قدنا جنب. الخطوة الجاية وقريب قوي إن شاء الله هنقول لك يا جنب السفيرة بجد. متشكرة على كل حاجة. I know I'll meet her till the stars all burn away, and she'll be there. انا اجلت فتح البوفيه لحد انت ما توصل، ومعالي الوزير كمان يكون وصل. المهم ان معالي الوزير يوصل، ما يكونش عنده اجتماع طارئ. المهم عندي انك وصلت. كنت خايفه قوي ما تجيش. ما كنتش هسامح نفسي لو بقيت السبب في احساسك بالخوف. هي طيارتك وصلت امتى؟ انا جاي من المطار على هنا. معقول؟ كان لازم ارتب كل حاجه. لازم توصلي مدريد تلاقي مكتبك جاهز في السفاره، وسكنك كمان في العماره اللي جنبه. يا خبر، يعني اتاخرت بسببي؟ لو ما كنتش لحقت الطياره كنت جيت في طياره خاصه. لا لا لا، ده كتير كتير قوي يا رب. على فكره انا حجزت لك معايا التذاكر مع ابراهيم. هنسافر سوا بعد بكره. بعد بكره؟ اوعي تقولي مش جاهزه. لا السفاره ولا السفير يقدروا ينتظروا من غير وزير مفاوض اكتر من كده. زهرهان، واحد اتصل بحضرتك وعايز يكلم حضرتك في موضوع مهم، وحضرتك ما بترديش على الموبايل. اه فعلا الموبايل مش معايا، شكرا. ده تلاقيه من مكتب معالي الوزير، ممكن يكون هيتاخر او هيعتذر. بعد اذنك. اتفضلي. الو مين؟ ايه؟ مين يا احمد؟ فين؟ امي امي.
ايه ده، ربنا ينجيه ويلحقه جوه، والا بقى قتلنا احنا الاثنين. الرجاء ربط حزام المقعد ووضع المقعد في الوضع الرأسي. سيب المجلة بقى وربط الحزام. الحمد لله على السلامة يا ولاد. الكويت زهرت اهي. حد بابه مفتوح. اقفلي بابك كويس يا مان. انا قافله بابي كويس يا ماما. يبقى باب وليد. طبعا متصربعين لما شفتوا بابه. الولاد بينسوا نفسهم لما بيشوفوه. طب لعلمك بقى بابك انت اللي مفتوح. ايه ده؟ معقول؟ احنا برضه يا ماما اللي نسينا نفسنا لما شفنا بابا. وليد بلاش دلع. انت بتتدلع هناك عشان بابا مش موجود، انما بابا دلوقتي اهو، يعني خلاص مفيش دلع. ايه ده يا ماما، احنا جايين عشان نتدلع. لا احنا جايين عشان الاجازه خلصت ولازم نجهز للمدرسه. لا 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 لا، فاضل لسه اسبوع على الاجازه، تدلعوا براحتكم. انتوا تامروني يا اولاد وانا تحت امركم. انت بتتلكك عشان تبقى تحت امرهم؟ ايوه طبعا بتلكك، ده انا ما بصدق ان كنتوا تيجوا عشان ابقى تحت امركم. طب اتفضل بقى روحنا عشان البيت وحشني. البيت بس. ايه يا اولاد، ايه يا اولاد، على ايه يا اولاد؟ الشرق هي عروس الخليج. طاير طاير من الفرحة، طاير قلبي على نار، طاير
مرحبا بكم في مقركم الخليجي. احنا كمان هنبقى نرحب بيك في مقرنا المصري. وانا تحت امركم. عايزيني اقضي بقيه الاجازه معاكم هون نقضيها هون. عايزيني ارجع معاكم القاهره ارجع معاكم القاهره. واضح انك ما بتصدق نيجي عشان تبقى تحت امر اي حد. وانت عندك شك في الموضوع ده ولا ايه؟ يلا يا اولاد يلا على اوضكم غيروا هدومكم بسرعه عشان هنخرج تاني. يا عيني ماما. بقى كده من اولها يا احمد. يلا يا اولاد على فوق جري. نورت بيتك. البيت منور بيك يا حبيبي. ياه وحشتني الفيلا قوي. الفيلا بس؟ وصاحب الفيلا اكتر واكتر. بس انا مش فاهمه يا حبيبي، انت عايزنا نخرج دلوقتي نروح فين؟ نروح نسهر ونتعشى في اي مكان. ده احنا جايين هلكانين من السفر. على حسب معلوماتي ان الولاد مش هلكانين، وديكي سمعتي مي بتقول ايه؟ جايين عشان يتدلعوا. احمد يا حبيبي، انت بتدلع الولاد قوي، كل اللي انا بعمله انت بتهده. احنا لازم نمسك ايدينا شويه، علينا مصاريف كتير في مصر. شوفي بقى، انا سبق قلتها لك بس هرجع اقولها لك تاني، لانك واضح انك نسيتيها. انت ربنا خلقك في الدنيا دي عشان تدلع ولادك. الله 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 الله، ما انت فاكره اهو. تدلع ولادك بس؟ والله اللي عايز يتدلع على حسابهم يتفضل. الله الله، يعني انا كده بقيت عايشه على حس الولاد، على الهامش يعني كده برضو يا احمد؟ المسألة دي عايزة بحث متأني جدا، مش معقول هنبحثها في الهو اللي احنا فيه ده، احنا نقدر نبحثها فوق بعد إذنك. ممكن؟ ده هو ده الممكن الوحيد. سيبي كل حاجة زي ما هي، احنا مش هنحتاج ولا حاجة من الحاجات دي. ايه ده؟ طب وريني بقى ذوق حضرتك المرة دي. انتي لسه عندك شك في ذوقي ولا ايه يا بنت؟ طب ده انا موصي صاحب المحل على الفستان ده من بعد ما نزلته الاجازه باسبوع. ده يجنن يا بابا، ميرسي قوي. حاجات جديده طبعا. ايه رايك يا ماما؟ شيك قوي مش كده؟ ايه يا ماما؟ ما قلتيش رايك ليه؟ ما انا قلت انه جديد. يعني كل اللي جايبينه معانا من مصر في الشنطه ده بقى قديم ومش هيتلبس. نفس الكلام اللي ماما بتقوله كل مره. باباكي مصر يغيظني. طب بذمتك كده شيك ولا مش شيك؟ بصراحه هو شيك. يعني لو كنت معديه قدام الفترينا وشفت الفستان ده مش هتردد ان اجيبه المي. هو احنا عندنا كام مي؟ مزال سيادتك عايز تقوله؟ طبعا. هو احنا عندنا كام مي؟ يلا جهزي روحك عشان ننزل نتدلع بقى بالعند في مامي. كمان بالعند فيا؟ طيب تلاقيك بالعند فيا كمان. جبت الوليد وزمانه دلوقتي بيلبسه، بس لو شفتي بقى انا جبت له ايه هتديني بوزه. وهبوسك كمان يا احمد يا حبيبي. انا عماله ادبق من هنا وهناك وانت عمال تبعزق الفلوس يمين وشمال. حبيبتي تدبقي ما تدبقيش، انا ربنا اداني على شغل. عشان تدلع ولادك اداني على وشهم، يعني انا وانتي عايشين في رزقهم. يا سيدي ما قلناش حاجه، لكن لازم برضو تفكر ان الفلوس دي تعبك وشقاك في الغرب، ومش كل شويه بقى هفكرك احنا ورانا ايه في مصر. انت مستني تليفون؟ انا مش مستني في الدنيا دي غيرك انت. انا مش عايز ارد على حد، رد انت. الو. اهلا اهلا يا ميرفا، الله يسلمك. انا لسه يا دوب واصله من شويه. ده انت وحشاني قوي انت وسميره. ميرفا اللي تبعنا؟ اه ميرفا الدوير. ميرفا امير على اسم الباشمهندس. ايوه يا ميرفا. اه طبعا تفضلوا. تفضلوا فين؟ ميرفا احنا نازلين نتعشى بره، لو المدام وحشاكوا قوي 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 تعالوا تعشوا معانا. سامع يا ميرفت؟ ده اوردر من الباشمهندس. انت عارفه البيل مدير بيحب يتحكم في كل الناس في البيت وفي الشركه. يلا خلاص هنستناكم، اما نشوف بس هو عازمنا فين. عازمنا فين يا باشمهندس؟ في المطعم اللي الشركه عملت فيه الريسبشن الاسبوع اللي فات. سمعت يا ميرفت؟ ما تتاخروش، مش هناكل لما تيجوا. يلا باي باي. ميرفت وحشاني قوي هي وجوزها. انت اللي وحشاني اكتر. مش وقت يا حبيبي هنا. قوم
قوم تعالى نخش اوضتنا عشان نغرد اوضه كمان وننزل. مدام زهر ازيك يا ميرفت؟ وحشيني قوي قوي. حضرتك اللي وحشتني قوي والله. نقعد وبعدين نعبر عن مشاكلنا. ازيك يا سيدي؟ على السلامة يا استاذة. ازيك يا سميرة؟ وحشتيني خالص. انت اللي وحشتنا كلنا. حضرتك على السلامة حضرتك. انتوا جيتوا بدري من الليل؟ طبعا لازم تيجي بدري علشان نكون في انتظار حضرتك. ويكون بشرف استقبال البوس بتاعته. لا 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 بقول لك ايه، البوس دي في المكتب الصبح، انما في الجلسه الخارجيه اللي احنا فيها دي كلنا معزومين على شرف مدام زهره. طب ممكن بعد اذن حضرتك بمناسبه رجوع مدام زهره اللي وحشتنا كلنا ادول الشرف وتبقى العزومه دي يعني على حسابك؟ ارفدك. ترفدني؟ ودلوقتي حالا. ارجوك. لا انا شخصيا معزومه، ولا عايز يدفع يدفع. ايوه كده اعرفي الاصول. بس انا كده مش مهندس، بعد اذن حضرتك عندي اعتراض. مش سيادتك قلت ان انت المدير بتاعنا الصبح؟ بس احنا دلوقتي مش الصبح، يعني بتهيألي بقى من حقنا ان احنا. يا سيدي ليك كل الحق، بس انا حاجز المكان ده من اسبوع عشان عارف ان زهره راجعه مشتاقه. عندك حقيقه، انا فعلا كنت مشتاقه اختار زهره خليل. باقي ليلة بعمري أبيه الليلة وصر في ليلة عيوني. إيه ليلة عمر؟ إيه ليلة عمر؟ ليلة لو باقي ليلة عمري أبيه الليلة وصر في ليلة عيوني. إيه ليلة عمر؟ إيه ليلة عمر؟ يا الله ويا الله، يا الله ويا الله، وش كتر انت جميلة. يا الله ويا الله، يا الله ويا الله، وش كتر انا احب، انا احب احلم، احلم بك دايم قلبي وانا صاحي ونايم. يلي ايام الدنيا ما همني العمر، ما همني العمر، احلم احلم بك دايم قلبي وانا صاحي ونايم. يلي ما همني العمر، ما همني العمر. ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة وصر في ليلة عيوني. إيه ليلة عمر؟ إيه ليلة عمر؟ ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة وصر في ليلة عيوني. إيه ليلة عمر؟ إيه ليلة عمر؟ طبعا الجلسه الخليجيه ما تكملش الا بالمرج والتمر. وليد ما تحطش على المدفوسه دقوس حار، بترجع تتعب بعدها. لا لا يا ماما بقى النهارده سماح، المدفوسه ما تبقاش حلوه الا اذا كانت حاره. حر كف صيفا. يا ابني قلت لك بلاش الحار ده. يا ماما كده طعمها حلو قوي، حتى دوقي. لا انا ماليش في الحر جاف صيفا، انا ليه في الدافئ ممطر شتاء. ايوه ما انت كائن شتوي. احنا خلاص نسينا، لا بقينا عارفين احنا كائنات شتويه ولا صيفيه، ولا حتى حاسين بالخريف. مي ووليد بقوا هما الربيع بتاعنا. الربيع بس؟ دول السنه كلها. عندك حق يا سمير، الولاد بقوا هما السنه بفصلها الاربعه. احمد بيشتغل عشانهم ليل ونهار بقاله 15 سنه لحد ما نسي اسمه. طب بذمتك انت لسه فاكر اسمك؟ جايز اكون نسيت اسمي من كتر الشغل ليل نهار، لكن اللي انا فاكره كويس
ان انا ليا تلات اسماء: مي احمد الشيخ، وليد احمد الشيخ، وزهر احمد الشيخ. مش هنساهم ليل نهار. هما كمان ما يقدروش ينسوك ليل ونهار، وبيدعوا ربنا يقدرهم يعملوا اللي يرضيك ويساعدك. بتاعنا لنادي صغر يجي 20 سنة. خدتي بالك طول الليل كان عمال يتنطط زي العيال الصغيرة؟ أول ما دام زهرة ما هتبعد وتسافر هتلاقيه عامل زي اليتيم. عارف ليه؟ ليه؟ عشان بيحبها. يا سلام، وليه بقى إن شاء الله ما تقوليش إن هي اللي بتحبه؟ لا، هو بيحبها أكتر. أنت ما شفتوش وهي بعيدة عنه بتعامل إزاي؟ تلاقيه مكشر وعصبي، وأول ما بتوصل تلاقي حاله اتقلب 180 درجة. الابتسامة والنكتة حاضرة لا أمر ولا نهي. يعني يا حبيبي اللي عايز أي طلب أو أي مكافأة يطلبها بكرة. أنا عن نفسي مش هطلب منه غير طلب واحد بس، ينقلك الإدارة هنا في الكويت بدل ما تتنطط كل يوم في مواقع العمل. لا، مش هو ده الطلب. أمال إيه؟ هسأله أعمل إيه بالظبط عشان أنت تحبيني زي ما دمتم ما بتحبوا كده. اقول لك انا وتسمع الكلام ده؟ نسمع ونفذ فورا. تقوم تقف علشان بنطلونك ما يتكسرش والبدله اللي حيلتك تبوظ، وتروح ساقط في السرير نايم لك 3 4 ساعات قبل ما تصحى مفزوع على صوت المنبه الساعه 6 الصبح. تروح خاطف هدومك وخاطف لك لقمه وتجري تلحق اتوبيس الشغل عشان تكون في الموقع الساعه 7 الصبح. انزل انا من هنا طيران انت على المطبخ تطبخي لقمه، بعد كده تطلعي توضبي البيت وتلبسي هدومك وتطيري على الشغل عشان تبقي في الاداره قبل الساعه 8. مش هو ده السيناريو اليوم؟ ايوه، بس ده سيناريو واقعي قوي ما فيهوش اي رومانسيه. بقى بذمتك دي اسمها عيشه؟ انت بشكل ده هتكرهيني مش هتحبيني. والله مش عاجبك تقدر تبقى تسال الباشمهندس عن السيناريوهات الرومانسيه. طيب ايه رايك لو اتصلت بيه دلوقتي وسالته؟ تساله؟ ما احنا ما عندناش وقت بالنهار. تصور يبقى لسه راجع مغير هدومه ويلاقي فجاه التليفون بيضرب في وقت زي ده. طبعا هيتخض، هيجري على التليفون. الو، مين؟ ايوه باشمهندس، انا امير يا باشمهندس. امير مين؟ انا المهندس امير حسنين يا احمد بيه. خير يا باشمهندس، في ايه؟ انا اسف جدا على الازعاج يا باشمهندس، بس الحقيقه انا كان عندي سؤال كده. اعمل ايه بالظبط عشان مراتي تحبني زي مرات حضرتك ما بتحبك كده؟ افندم اقول لك، انا تاخد شنطتك وميرفت بتاعتك دي وعلى مصر في اول طياره طخ ونرجع مصر يا مولاي كما خلقتني، ونستنى لنا كده يجي 20 سنه لحد ما يجي لنا جواب التعيين. لا، ده انا فعلا احسن لي اسمع كلامك واغير هدومي وانزل ساقط في السرير. ايوه كده يا حبيبي، انزل شويه الارض الواقع. اما بقى الحب العنيف ده فاحنا ممكن ناجله لبعدين بعد ما نلم القرشين، طبعا اقصد الملايين. وبعد كده يا سيدي ما نحب براحتنا زي ما هم بيعملوا دلوقتي. بس برضه هنحب حتى لو كان خاطف. سيبي كل حاجة زي ما هي، كل الحاجات اللي انت جايباها من مصر دي. ايه بلاشها؟ اوعى تعمل زي ما عملت مع العيال. هو انت اقل من العيال؟ ده انت اعين من العيال نفسهم. انا من ساعة لما اديت الولاد لحقتهم وانت دماغك عمالة تودي وجهي. يا ترى جاب لي الولاد من سيني؟ يا ترى جاب لي ايه؟ صح ولا لا؟ انت عايز الحق ولا ابن عمه؟ لا بصراحة انا عايز بنت عمته. أنا فعلاً كنت بقول هو نسيني ولا إيه؟ أنت برضو تصدقي إن إحنا ممكن ننسى نفسنا كده على طول؟ لا طبعاً، هيجي وقت تتردلنا فيه الذاكرة. بس بشرط. إيه هو الشرط ده؟ علشان الذاكرة دي تتردلي لازم تبقي جنبي زهرة. طول ما أنت بعيد عني
أنا مش أحمد الشيخ. لا، هو الأصح إن طول ما أنت بعيد عني أنا ببقى زهرة أبو بكر شاب. أول ما ببقى جنبك ببقى زهرة أحمد الشيخ، بنتك الثالثة واسمك الثالث. وحبيبتي. حبيبي، أقول لك على حاجة؟ بعد اللي سمعته مش عايز أسمع منك ولا كلمة. آخر حاجة هقولها، عارف أحلى حاجة سمعتها في حياتي إيه؟ لما شاورت عليا وقلت لي زهرة أحمد الشيخ. الله الله. يا ماما كفاية كفاية يا ماما. يا ماما مش عاوز. كفاية في ايه؟ هو ايه ده اللي مش عايز؟ ما بحبش اللبن كتير على الشاي. لا يا حبيبي، لازم تحبه وتحب تشربه سادة كمان. امسك حط السكر وقلب، يلا واشرب. نفذ الأوامر واسمع الكلام. بنت بنفطر يعني مفيش كلام. يا ماما مش كفاية حضرتك مصحيانا بدري وكمان مش عارفين ليه؟ عشان تستعدوا. خلاص الدراسة فاضل عليها 4-5 أيام. هاتي المج بتاعك. اتفضلي. السنة دي آخر سنة ليكوا، عايزاكوا تنجحوا بتفوق زي كل سنة. خدي انتي حطي الشاي عشان لما ترجعوا مصر بالسلامة سيادتك تدخلي الكلية اللي نفسك فيها. وانت يا حبيبي تدخل المدرسة الثانوي ايه اللي تعجبك مش اللي تقبلك. انا هتعجبني المدرسة اللي ما فيهاش مذاكرة وما فيهاش دروس. يعني ايه بقى ما فيهاش دروس؟ يا سلام كده لو الواحد يشتري دماغه وما يذاكرش. ايه يشتري دماغه دي؟ يعني رايح دماغي كده وبتاع يعني. انت بتجيب المصطلحات دي منين؟ مش شارع جايبها. مش شارع. مش هين عليه يسيب مصطلحات التفاهة والهيافة. اشرب اشرب الشاي واسكت. حاضر، بس قولوا لي بقى كده هتفطموني امتى عشان الواحد يعمل حسابه. حكاية الفطام دي بقى مامي تعرفها كويس، اسألها. انت بتضحك عليا. ما انتي السمع بيقول ايه؟ سمع وشبعانة من الكلام ده. هتشرب لبن ولا هتعمل زيهم؟ لا الا اللبن، ده شيء مقدس. انا زمان يا اولاد كنت بشرب اللبن بالطاجن كده اهو. يا بابا بتشرب اللبن بالطاجن؟ حقي بنتك مش مصدقه. قولي لها احنا كنا زمان بنعمل ايه في عزبه الشيخ. خلاص يا بابا من فضلك، احنا حفظنا المعلقه بتاعه طنطا وعزبه الشيخ اللي فيها مسكه راس حضرتك. شفت ولادك مش عاجبهم مننا من الفلاحين هناك؟ واحنا في مصر في الاجازه اقول لهم تعالوا معايا نزور قرايبنا في البلد ونذبح وتفرقوا معايا على الناس، يقولوا لي لا روح انتي خلينا في المهندسين. خلاص بقيتم المهندسين وشارع مكه ونادي الصيد يا اولاد احمد الشيخ. طب ايه رايكم بقى ان نادي الصيد بتاعكم ده ما يجيش تربيع من اول الترع عندنا لغايه عزبه الشيخ؟ بابا حكايه الفلاحين والحمار اللي حضرتك كنت بتركبه وانت رايح المدرسه كفايه ارجوك. وليه؟ الوزاره في مصر كانت عايزه تلغي ماده التاريخ من الثانويه العامه وتخليها اختياري. انتوا يا اولاد لازم تعرفوا تاريخكم كويس قوي. لازم تعرفوا ان كل قاده مصر وكل زعمائها وكل العباقره اللي طلعوا منها من الفلاحين. من اول احمد عرابي، من هريه رزنة بالشرقيه. قولي لي سعد زغلول منين؟ من ابيانا مركز فوق كفر الشيخ. كمال عبد الناصر، بني مر، اسيوط، انور السادات، ميتا بكوم، المنوفيه، حسني مبارك، كفر مصلحه، المنوفيه. وكل الادباء والمفكرين والعلماء الكبار من اول طه حسين، العقاد، يوسف ادريس، الطهطاوي، كلهم الفلاحين لحد الدكتور زويل من قريه جنب دمنهور بحيره ومتربي في تسوق لحد المهندس المعماري العبقري احمد الشيخ من عزبه الشيخ جنب طنطا. الله 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 يا ماما. ايوه كده. وهكذا تنتهي محاضرة المستشار المعماري الشهير أحمد الشيخ والسيدة زوجاته خريجة الاقتصاد والعلوم السياسية والموظفة بوزارة الخارجية سابقا واخد أجازة بدون مرتب. نقلنا لكم المحاضرة من موطننا الثاني الكويت الحبيبة. تصفيق حاد. من ليلة واحدة قضوها معاك عملوا كده؟ يقدروا في مصر طول الشهرين اللي فاتوا حد يفتح بقه؟ عقاب صارم على طول. قلبك ابيض. قلب ابيض بعد كل ده؟ قلب ابيض. بس 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 انضباط. ده احنا بقى لنا ساعة بنفطر، ده انتوا اخرتوني على الشغل، ده ممكن يفنشوني من تحت راسنا.
صباح الخير يا حسن. صباح الخير يا استاذه. الباشمهندس عنده حد؟ الحاج زيد عنده وهو في انتظار. شكرا. يا حاج زيد انا عايز الشغل زي المكيد بالظبط، انت يرضيك الشغل ده؟ يرضيك تسلمني فورمه بالشكل ده وانا اسلمها باسمي؟ يا باشمهندس الفورمه دي درجه اولى عزيز في الزمن ده. مش هيعز على الحاج زيد. شوف بقى من هنا ورايح انت المسؤول قدامي، انا مش هستلم منك الا الشغل اللي يعجبني، اطلع انت على السقاله واعمل الشغل بنفسك ولا خلاص كبرت علينا عشان بقيت احسن فورماجي. والكبرت في السن يا باشمهندس. ربنا يديك الصحه. بص انا عايز التنفيذ زي التصميمات بالظبط. من عيني طلباتك اوامر يا باشمهندس. حاضر بالاذن. اتفضل. تعالي يا مرفت. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. التعديلات اللي حضرتك طلبتها في البلان انا عملتها كلها، يا رب تعجب حضرتك. وريني كده. حاضر. امير طلع الموقع؟ ايوه يا فندم، ده زمان واصل. انا كنت طلبت تغيير المدخل وتعديل في الواجهه. وده بالظبط يا فندم اللي انا عملته. انا خليت المدخل شمال الريسبشن وعملت له لوبي يعني علشان خصوصيه الهول. كويس. وتعديل الواجهه عملت فيها ايه؟ عدلت جزء من الواجهه بارتفاع دورين، هعمله ازاز سكيوريت علشان الفيو من جوه. كويس قوي يا ميرفت، انت بتستوعبي الملاحظات بسرعه، ومش بس كده ده انت بتضيفي عليها من عندك، وهي دي طبيعه شغلنا، ان احنا لا نبقى منفذين ولا نبقى مقلدين، احنا نبقى مبتكرين. انت بتتقدمي من تصميم للتاني. متشكره قوي يا فندم، دي شهاده كبيره اعتز بيها من استاذ لتلميذه لسه بتبتدي. البدايه مشجعه بس التقدم ده لازم يستمر عشان تطولي رقبتنا هنا. برقبتنا يا فندم. يلا خدي العربيه على القصر على طول، انت عارفه القصر ده لمين ولازم يتسلم في ميعاده. تحت امرك يا باشمهندس. ايه واقفه ليه؟ الحقيقه يا فندم كنت عايزه اطلب من حضرتك طلب. طلب ايه؟ اصل انا وامير متراهنين ان حضرتك النهارده مش هترفض اي طلب لاي حد. لو طلب مش معقول هرفضه. احنا قلنا يعني بمناسبه عوده مدام زهره حضرتك بتبقى يعني ايه؟ ببقى ايه؟ هو اوكازيون؟ ما تقولي عاوزه ايه، خلصيني. ممكن حضرتك ومدام زهره تشرفونا على الغدا؟ تعزمينا يعني؟ نرجوك ما تقولش لا. قلت لها ايه؟ وافقت على العزومه طبعا. وطبعا ليه؟ طب وهترفض ليه؟ يا كومار يا سيادة المهرجة، قلت لك مكانهم مش هنا، حطهم على السلم من فضلك. شاي كبرت، ممكن تسيبي اللي في ايدك بقى وتيجي تستريحي شوية؟ انت من ساعة لما وصلتي الكويت وانت عمالة تشتغلي في الفيلا ليل ونهار. اعمل ايه بس يا حبيبي؟ ما الفيلا زي ما تكون مهجورة من ساعة ما نزلنا في الاجازة. محدش بيرضى يعمل فيها حاجة طول ما انت بعيدة. انا شخصيا نفسي تتسد عن الحياة. ايه ده؟ ده ايه الحنيه دي كلها؟ ها؟ قلت ايه لميرفا؟ انت اللي قلتي ايه؟ نتعزم عندهم؟ لا، نعزمهم احنا على البحر، نعوم ونصطاد ونشوي، وهتبقى اخر فسحه للولاد قبل المدرسه، وميرفت وامير بيعملوا جو لذيذ قوي. ايه رايك؟ هتنزل دلوقتي بميرفت؟ اقول لها يجهزوا نفسهم يوم الجمعه من بدري. الحمد لله وجبناكم، الحمد لله وجبناكم، فرصه سعيده ما لقاكم. حظكم انتوا عشان تاكلوا وتشبعوا. قولي لماما اذا ما كانش كفايه انا شغال صياد اهو. بس صياد. قولي لي انت ما نزلتيش المايه مع وليد وميرفت ليه؟ ما انت عارف يا بابا انا بخاف من المايه زي ماما بالظبط، وكمان عشان اساعدها في تجهيز الاكل. كويس عشان الغدا ما يتاخرش. يلا اتفضلي بقى. اوكي.
أولاً دي مش ساعة أبداً، إحنا بقالنا في المية ما يقلش عن ساعتين لغاية دلوقتي. ثانياً بقى وده الأهم، شكلك أنت اللي مولودة في البحر مع السنة. بتقول فيها؟ يا حبيبي أنا اسكندرانية أصيلة. أنا ياسر اتجوزت عروس البحر ولا إيه؟ بقول لك إيه؟ عن إذنك أنا هطلع أقعد مع البوس بتاعي عشان أطمن على الأكل. لا يا باشمهندس طمني. أخبار السمك إيه؟ هناكل ونشبع ولا إيه الأخبار؟ وهتملى التلاجة بتاعتك لمدة أسبوع لقدام. جميل. قول لي نصك الحلو فين يا محمد؟ نص الحلو لسه في المية. أكبر غلطة يا باشمهندس لما واحد زي حالات يتجوز واحدة اسكندرانية وإيه؟ وبطلة سباحة كمان. دي غلبتني في المية بالضربة الأرض. معلش يا بيه. هي غلبتك في البحر، أنت بتغلبها في البر. أنا أغلبها؟ يا باشمهندس دي نفوذها ممتد من البحر للبر. ده بمزاجك. بفطرة. بأمر الحب يا باشمهندس. زي ما قال عبد الحليم. وبعدين حضرتك تدري عارفين. شامم يا امير ريحة الشاوي طلعت. يا سلام، الواحد اول ما شمها تفس اتفتحت على طول. هروح انا اشوف ايه الاخبار وتعالى انت كمل. ماشي. ايه الاخبار؟ خلاص اهو قربنا. انا جاي بس اطمن على ثمرة مجهودي وعرقي وضربة الشمس اللي خدتها من اول النهار. حكاية المجهود والعرق، واحنا كمان مش عرقنا وعملنا مجهود زيكم؟ لا 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 لا، تفرق كتير قوي. انتوا مجهود تنفيذي، انا بقى مجهود ابتكار. عن اذنك عن اذنك. اهو ادي المجهود التنفيذي بتاعي. السمكتين دول ابتدوا يتحرقوا. بصي. اي يا زهر كده بتوجع؟ عارفه انها بتوجع، عشان عايز اعرفك ان حدود ادارتك انتهت عند صيد السمك وادارتي ابتدت هنا. سمعا وطاعة يا سيادة المدير. طب روح بقى عند ميرفت وامير عشان السمك ده لازم يتاكل سخن. حاضر. احمد استنى. نعم، اي اوامر تانية؟ مش اوامر يا حبيبي، ده رجاء. نسينا العيش والفاكهة في العربية. ابعد بقى وليد ولا امير؟ وليد في البحر من الصبح ولسه ما طلعش، وامير قاعد يصطاد بدالي. خلاص يا ستي، امر الله، انا هروح اجيبهم بنفسي. بس انتي عارفة المسافة من هنا لغاية هناك قد ايه؟ هترجع تلاقي الاكل في انتظارك. ماشي. اسف على التاخير، اي اوامر؟ ممكن تاخدوا بعض بقى الطحينه دي تحطوها على الترابيزه. حاضر. انا عن نفسي ممكن قوي اشيل طبق الروبيان ده، بس ما تتسلاش عليه لحد ما نقعد كلنا على الغدا. استحاله. قولوا لي وليد فين؟ هو مش كان بيعوم معاكم؟ حاولت اطلعه قال لي لا لسه مش ماتش من الميه. لسه مش بحش من الميه؟ يبقى لازم انا اللي اروح اطلعه. طب ما تخليكي حضرتك، اروح انا بسرعه اطلعه. لا لا لا، ريح نفسك، ده ابني وانا عارفاه. شمس تقوم يصحى الأمل من نور وتشوف عيون.
تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.